مرحبا أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. معكم أخوكم هاشم العلوي، وإذا ما سمعت عن شات جي بي تي هاي معناتها أنك أنت مو عايش ويانا على كوكب الأرض. ما في مجال اليوم ما سمعنا أن الشات جي بي تي غيره بشكل جذري، في مجال التسويق، في مجال كتابة المحتوى، في مجال حتى التصاميم، في مجال كتابة الكود، يعني أنه يسوي برامج ويسوي أبليكيشنز ويكتب لك الكود مالها. كل هاي الأشياء شات جي بي تي يقدر يساعدك فيها اليوم، وخاصة في كتابة المقالات اللي تساعدك في الحصول على تقييم أكبر في جوجل. يعني الحين نلاحظ أن في ناس قاعد تستخدم شات جي بي تي حق كتابة المقالات اللي تصير هاي رانكينج لما الناس تبحث عن الموضوع في جوجل سيرش. فأكيد في موضوع الموسيقى الشات جي بي تي له دور إنه هو يقدر يساعدك في الأشياء المختلفة في المجال الموسيقي، وفي حلقتنا اليوم راح نشوف شنو هذه الأشياء وشلون أنت تقدر تستفيد منها كموسيقي اليوم. بس قبل لا نبتدي الحلقة يا شباب، لا تنسون تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم حول العالم، أساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس. إذا حبيت تتعرف أيضا على المزيد من المعلومات عن الهندسة الصوتية، راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصف هاي الحلقة. النسخة اللي راح نستخدمها اليوم يا شباب هي نسخة شات جي بي تي 4، وعلى اساس تقدر تستخدمها لازم تكون مشترك في الاشتراك الشهري للشات جي بي تي، او ان يكون عندك اللي هو الجي بي تي بلس. طبعا واحدة من المجالات اللي ممكن يساعدنا فيها الشات جي بي تي هي انه هو يكتب لنا كلمات الاغنية، فعلى اساس يكتب كلمات الاغنية خلونا نشوف اذا كانت هاي النتيجة اللي يعطيني اياها النتيجة عدلة او لا. طبعا البرومبتس اللي راح اكتبهم اليوم كلهم راح يكونون بالانجليزي، لان هذا اللي راح يعطينا افضل نتائج في الشات جي بي تي. ما اعتقد انه راح ينفع ان احنا نكتب له بالعربي. ولا تدرون شلون؟ خلونا نجرب اذا نكتب له بالعربي شنو النتائج اللي يعطيني اياها. ذكاء اصطناعي بعد مفروض له. طبعا عشان اقدر احصل نتائج من شات جي بي تي باللغه العربيه لازم استخدم كروم اكستنشن اسمه AIPRM. هاي الاكستنشن تقدرون تحصلونه من اللي هو الكروم ستور نفسه. اول ما انزله طبعا اسوي الانستول، بختار الشات جي بي تي 4 هنا لانه هو بالديفولت مالي بيكون 3.5، فانا اقول له 4 وراح اكتب له الشيء اللي انا ابي منه بالعربي. خلونا نجرب العربي نشوف شنو يطلع الاول ويانا، اذا ما نفع بنحول على اللغه الانجليزيه. بكتب له شنو اللي انا ابي وبنشوف شنو النتائج اللي هو يقدر يرد علينا فيها. طبعا انا حبيت اوضح ان هاي البرومبت اول مره اكتبها معاكم هنا، ما جربتها من قبل، ف خلونا نشوف شنو النتائج اللي يعطينا اياها. وهي هنا اكتب اقول له مثلا اكتب لي كلمات اغنيه عربيه عن فراق الحبيب مثلا. بقول له ان ابي الاوتبوت يكون باللغه العربيه. خلونا نشوف شو يقول. كلمات أغنية عربية عن فراق الحبيب. المقطع الأول: يا حبيبي غاب القمر والليل سارقني، ليالي الشوق مليئة بالدمع والأنين، من بعدك حياتي صارت كمثل الجفاف في العيون. الجسر اللي هو البريدج. ليت الزمان يعود ونعيش لحظاتنا مع مرة أخرى، أضمك بين ذراعي وأسرق منك دفء الحنان. أوكي، المقطع الثاني أو اللي هو الفيرس الثاني: يا حبيبي أين أنت؟ قلبي يناديك بصدى، هل تسمع صوتي وهو يبحث عنك في الظلام؟ أشواقي لا تنتهي والوقت يمضي سريعا، يا ليتني أستطيع أن أتوقف عن الألم والتفكير. رأيكم أنتم في النتائج؟ يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات شو رأيكم، هل هالكلمات ممكن نحن نسويها أغنية ولا لا؟ يعني هو من ناحية القافية يعني قاعد يحاول يحصل أماكن يكتب فيها قافية متوازية، ولكن يعني كمعنى أحس أنه يعني واحد توه مرة يكتب كلمات أغنية. مري ممكن تعجبكم، اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات. أوكي شباب، الحين الطريقة الثانية ممكن نحن نسأل شات جي بي تي اقترح لنا بعض الأغاني اللي ممكن نحن نعزفها مثلا كفرقة موسيقية، اقترح لنا بعض الأغاني اللي ممكن نعزفها في حفلة عيد ميلاد. أوكي خلونا نشوف شنو يعطينا النتائج. بقول له هنا اقترح 10 أغاني يمكنني عزفها مع فرقتي الموسيقية في حفلة عيد ميلاد، ونشوف شو يقول. هذه قائمة بعشر أغاني يمكنك عزفها مع فرقتك الموسيقية في حفلة عيد ميلاد. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ، أهواك، فيروز، كان عنا طاحونة، حمد عبدو، الأماكن، أم كلثوم، ألف ليلة وليلة. تخيل في حفلة عيد ميلاد تغني ألف ليلة وليلة مال أم كلثوم. راغب علامة، سر حبي، نانسي عجرم، يا سلام، كاظم الساهر، كتاب الحب، شيرين عبد الوهاب، كل ما أغني، ماجد المهندس، إنسان، وديع الصافي، زهرة المدائن. أوكي يعني هو كتب أغاني عربية، بس هل هاي الأغاني راح تنفع في حفلة عيد ميلاد؟ أشك طبعا أن
هالنوع من الأغاني راح تنفع في حفلة عيد ميلاد. لحد الحين ما حصلنا على نتيجة يعني نقدر نستفيد منها، بس خلونا نكمل نشوف شنو يطلع ويانا. الطريقة الثالثة اللي ممكن نستفيد منها من خلال استخدام الشات جي بي تي هي كتابة العقود المطلوبة حق إذا أنا مثلا مغني راح أغني في حفلة، ولا عندي مثلا كفرقة أبي أروح أعزف في مكان، أكيد راح يكون في اتفاقية بين الفرقة نفسها والمكان اللي أنا راح أقدم فيه العرض. فالشات جي بي تي ممكن يساعدنا في كتابة هاي الاتفاقية اللي راح تكون بين هالطرفين. خلونا نجرب نشوف شو يطلع ويانا. خلونا نقول مثلا أن سوف أقوم بإحياء حفل في شركة اسمها، نقول مثلا تمكين، وسأقوم بالغناء لمدة ساعتين أو ساعتين يمكن، وسأحصل على $1,000. اكتب لي أو اكتب الاتفاقية الخاصة بذلك ونشوف ايش يعطينا. مثل ما تشوفون انتم الحين هني انه هو قام يكتب ان الاتفاقية راح تكون بين الطرف الأول، راح تحط اسمك طبعا، صاحب الرقم القومي ورقم الهوية، والمقيم في العنوان يشار إليه فيما بعد بالفنان. اوكي، يعني تشوفون انه هو قاعد يكتب الإطار السليم حق عقد بين طرفين، يكون في الطرف الثاني شركة تمكين، عارف ان الطرف الثاني راح يكون شركة تمكين، واللي تمثلها السيد واسم الممثل الشركة والمنصب وعنوان الشركة والتي يشار لها فيما بعد بالشركة. اتفق الطرفان على ما يلي: المادة الأولى الغرض من الاتفاقية، تنظم هذه الاتفاقية تفاصيل حفل موسيقي يقيمه الفنان في مقر شركة تمكين. يعني لحد الحين تشوفها انه ممكن نستفيد احنا من هالمعلومات. طبعا كذا المعلومات اللي تطلع من شات جي بي تي الواحد لازم يراجعها ويتأكد منها وما يستخدمها مثل ما هي، ما يسوي كوبي بيست. فأنا أشوف إنه يعني لحد الحين قاعد يكتب بشكل صحيح. المادة الثانية: الالتزامات الفنان، يلتزم الفنان بإحياء حفل موسيقي في التاريخ ولمدة ساعتين، نفس المعلومات اللي أعطيتها إياه. يلتزم الفنان بتقديم عرض موسيقي يراعي معايير الاحترافية ويلبي توقعات الشركة. ملاحظنا أيضا وقف الحين هني، فكل اللي عليه أسويه إن أقول له continue وراح يكمل الباقي. يعني أنا أشوف صراحة إنه ممكن نحن نستفيد من هاي الاتفاقية، طبعا لازم نعدل عليها ونحط التواريخ ونحط الأسماء بالطريقة الصحيحة، ولكن بشكل عام أنا أشوف إنه يعني صح صاير، يعني قاعد يكتبها بطريقة وصيغة صحيحة. طبعا يعني لا أنا ولا شات جي بي تي يعني خبراء أو مستشارين قانونيين، فهاي الشيء أكيد لازم يروح حق شخص مختص يقدر إنه هو يراجعه ويعدل عليه بحسب مطلوب. الطريقة الرابعة اللي ممكن نحن نستخدم فيها شات جي بي تي هي في مجال إنشاء الدورات التدريبية أو محتوى الدورات التدريبية. ممكن أنا أقول له إنه هو يسوي لي الأوتلاين أو اللي هو المحتوى العام للدورة التدريبية، وهو راح يكتب لي شنو الأشياء اللي ممكن تكون موجودة في هاي الدورة. خلونا نسأله مع بعض. نقول له مثلا: أنا خبير دورات موسيقية تدريبية وفي طور إنشاء دورة تدريبية جديدة للمبتدئين لتعليمهم أساسيات العزف على الجيتار، اقترح محتوى هذه الدورة. شوف شو يقول. في خلال ثواني يا جماعة الشات جي بي تي قاعد يكتب لي شنو المحتوى اللي راح يصير في هاي الدورة، شنو الأجزاء المختلفة اللي راح تكون في هاي الدورة. يعني الحين قاعد يقول لي إن الجزء الأول مقدمة عن الجيتار، أنا راح طبعا أتكلم عن الدورة إن هي دورة مبتدئين للجيتار، فقاعد يعطيني يقول لي مقدمة عن الجيتار، تعريف آلة الجيتار، أنواعها المختلفة، الجيتار الكلاسيك والإلكتريك، شرح مكونات الجيتار وظائفها، الوتر، البريدج، النك. الجزء الثاني للدورة شنو الوضع الصحيح للجيتار والجلوس، كيفية حمل الجيتار بشكل صحيح وتوضيح الوضع الصحيح للجلوس، تمرينات تحسين المرونة والقوة في اليدين والأصابع. ترى هاي محتوى يعني لا بأس به، يعني إنه يعني صراحة قاعد يطلع لي أشياء ممكن جدا إن أنا أستفيد منها وأزيد عليها أو أحذفها أو أعدل فيها بالطريقة اللي أنا أبيها. فعرفنا إن الشات جي بي تي في موضوع الحين العقود جدا راح ينفعنا، وفي موضوع وضع محتوى للدورات الإلكترونية أيضا واضح إنه هو بيفيدنا بشكل كبير في وضع المحتوى المطلوب للدورات الإلكترونية. نشوف الحين الطريقة الخامسة اللي شلون نقدر نستفيد منها من شات جي بي تي في المجال الموسيقي. خلونا نقول مثلا إن أنا قاعد أسوي فيديو كليب حق أغنية جديدة أنا قاعد أسويها، ومو عارف شنو المشاهد اللي المفروض تكون في هالفيديو كليب. فممكن نحن نقول حق شات جي بي تي يقترح لنا بعض المشاهد حق الأغنية اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. فلو سألناه مع بعض نقول له: اكتب محتوى المشاهد الخاصة بالفيديو الذي تطلقه لأغنيتي الجديدة التي بعنوان حب جديد مثلا. خلونا نشوف شنو نقول.
صراحة يا جماعة هاي الأشياء اللي قاعدة تطلع من شات جي بي تي أشياء جدا جدا رائعة. في خلال ثواني عطاني مقترح للمشاهد اللي المفروض تكون في هاي الفيديو كليب. مشهد الأول البداية، تظهر الكاميرا مشهدا لغروب الشمس وتنتقل ببطء لظهور فنان الأغنية أنت وهو يمشي على الشاطئ ويعزف على الجيتار. مشهد اثنين اللقاء، يظهر شخص آخر يمشي على الشاطئ في الاتجاه المعاكس ويتقابل الاثنان بالصدفة وتنشأ بينهما محادثة وتبادل ابتسامات. يمكن الفيديو كليب صار كنا فيديو كليب حق أغنية من التسعينات، بس يعني على الأقل هو قاعد يكتب مقترحات حق المشاهد، وهالمقترحات طبعا إذا ما عجبتني أقدر كل سهولة أقول له عطني مقترح ثاني وثالث ورابع. ومثل ما أقول لكم يا جماعة، كل هالأشياء اللي قاعدة تصير اليوم هو أسوأ وقت لهاي التقنية. ليش؟ لأن من اليوم ورايح هاي الأشياء قاعدة تتطور وتصير أفضل بكثير. فحتى لو قاعد أشوف إن النتائج اللي قاعد أحصلها اليوم ما تعجبني، أكيد راح تتطور خلال أسبوع أو شهر أو سنة، أكيد هالأشياء راح تصير أحسن وأحسن. آخر طريقة بنشوفها مع بعض هي تلحين أغنية. بنعطيه فكرة أغنية ونشوف شنو يقدر يلحن لنا إياها. هالمرة بكتبها بالإنجليزي لأن صراحة ما أقدر، يعني ترجمتها للعربي مو في بالي حالياً. بنقول له مثلا write the chords for a ballad song about love lost in the key of A minor. اكتب لي الكوردات المصاحبة لأغنية عن الحب الضائع أو love lost in the key of A minor، في مقام اللي هو A minor. وكتب لي، حط لي verse، حط لي pre-chorus، حط لي chorus والbridge، A minor F C G D minor F E E. إذا عندك جيتار ولا بيانو قدامك تقدر تجربهم، تشوف صح يطلعون أوكي معقولين ولا لا، بس شكلهم يعني أوكي، أعتقد يعني في تناغم ما بينهم، يعني من أسامي الكوردات ما يبلي كوردات ما لها معنى يعني. فموضوع تلحين الأغاني من شات جي بي تي تمزم. وشذي يا شباب، قدرنا نستخدم شات جي بي تي في الأمور الموسيقية، شو رأيكم؟ أدري أن بعض الأمور يعني ما ضبط فيها، ولكن في بعض الأمور حسيت أن احنا ممكن فعلا نستفيد منها. حبيت أسمع رأيكم في قسم التعليقات. لا تنسون مرة ثانية تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.